تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. يرافق جلالته حفظه الله اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، حيث كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط. وخلال لقاء جلالته حفظه الله بكبار الضباط قدم لجلالته إيجاز حول خطط تطوير أسلحة ومنشآت قوة الدفاع، وقد أعرب أيده الله عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين هم بعون الله الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية، مقدرا جلالته ما يقومون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط، وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في مختلف أسلحة قوة الدفاع، وأثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم. وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرفة.